قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا خلينا نروح لدينا ونعرف منها إجابتها على سؤال الحلقة النهاردة. وإحنا بنقول طبعا لو السوشيال ميديا تعطلت أو بتقعد قد إيه على السوشيال ميديا ولو حصل عطل في منصة من هذه المنصات بتعمل إيه؟ بتعمل إيه يا دين؟ صباح الخير يا شادي، صباح الخير يا جمانة، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. لا يعني بدأت أتعود، كان في عندي فترة في حياتي كنت فعلا السوشيال ميديا كانت بالنسبة لي مهمة جدا وكنت عليها على طول، لحد ما جه وقت كده أنا تليفوني باظ وأنا كنت بره مصر، ما كانش معايا أي حاجة بقى من الأبليكيشنز خالص، ورجعت منها عارف اللي هو أنت بدأت بالنسبة لك تخش حياة جديدة، يعني كل فين وفين كده في اليوم، مش إن أنت في إيدك طول الوقت التليفون بتتابع كل حاجة فيه، ده بيبقى صعب قوي. بالنسبه للثريدز لا انا لسه ما عملتش اكونت عليه بصراحه، انا زيك حذره جدا، ببقى استنى اشوف الناس كلها هتعمل ايه، وممكن بعد سنه كده ابدا يعني اجرب درجة سنه يعني خلال ايام هيبان يعني يعني انا حتى كنت فيسبوك وانستجرام وتويتر، انا تقريبا تويتر ما عنديش اي يعني عندي اكونت بس ما بعملش اي حاجه عليه خالص، ممكن ادخل كل فتره كده اقرا اخبار اقرا حاجات لان هو بالنسبه لي ما كانش ممتع، انستجرام صور بس فبرضه بالنسبه لي مش ممتع غير الفيسبوك، هو بحس ان هو الحاجه الشعبيه اللي بتصل بينا كلنا والناس كلها ليها اكونت عليه فبتعرف تتواصل مع ناس بشكل كبير جدا. لكن خليني اقول لكم مهما كان مواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا ليها مساوئ لكن هي ليها مميزات كتيره جدا في حياتنا دلوقتي، حياتنا بنقدر نتواصل مع ناس كتير قوي ممكن ما بنقدرش نشوفهم على طول، بنقدر نتواصل معاهم عن خلال السوشيال ميديا، كمان في ناس بدات ان هي تعمل ماركتنج لشغلها مش بس البلوجرز والانفلونسر، لا هم كمان بيقدروا ان هم يبيعوا او يشتروا، خاصه الستات اللي بتبقى قاعده في البيت بتحاول تزود دخلها عن طريق مشروع بتعمله بتستخدم السوشيال ميديا، زي ما يمكن جمانة قالت افلام وثائقيه، بعض المعلومات الخاصه، ادعيه، دروس دين، كل الحاجات دي احنا بنقدر نستفيد منها دلوقتي، لكن لازم كل حاجه تكون باعتدال علشان اللي بيزيد عن حده بيتقلب لضده. هنخلينا طبعا يعني متفقين مع بعض ان احنا لو حاجه زادت جدا بتوصل بينا لمرحله الادمان، وعندنا حالات كتيره جدا ادمان السوشيال ميديا ده بنحاول نتعالج منه ناس كتير في الوقت ده، لكن لانها بتعمل توحد وبتعمل ان انت بتبقى حاسس ان انت في عالم منعزل عن العالم اللي حواليك. بيوت كتير قوي لما بيقطع فيها الانترنت بيحسوا خلاص بفوضى، لكن بيرجعوا يتلموا في الليفنج روم مع بعض تاني، دي بتبقى انجاز في حد ذاته بالنسبه لهم. خلونا ندي لنفسنا وقت كل يوم كأسر ان احنا نقعد مع بعض من غير سوشيال ميديا، هتفرق كتير في حياتنا.